أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال أعزائي المشاهدين نرحب معا اليوم بضيفنا رجل الأعمال المميز دكتور أحمد هاني صاحب STC للاستشارات بداية شكرا دكتور على الفرصة السعيدة دكتور ممكن تعرفنا شوي عن حالك وكيف كانت البدايات مع STC والله بسم الله الرحمن الرحيم احنا بدأنا شركة الاستشارات هنا استكشف كونسيبت انجينير كونسلتنت سنة 2018 أنا كان بقالي خبرة كبيرة في البلد هنا لفترة معينة مع كده أنت عارف بيجي فترة بنبدأ إن احنا نشوف بقى نبدأ شغل خاص يعني فأنا كنت بحب مجال معين اللي هو مجال الريبير وما وأنا الدكتورة بتاعتي فيه أصلاً فبالتالي قلت انا اعمل مكتب استشارات بحيث اعرف اقدم الخدمات ديت من خلال ايه ممكن تشرح اللي القصد فيها؟ القصد فيها ان انا باجي عندي منشا مثلا حصل له مشاكل وده وارد جدا بعد مثلا 30 35 سنه ساعات بعض المنشات يكون في حصل يعني سوء تنفيذ او كواليتي ما كانتش عاليه فخلال مثلا خمس سنين قول ماكسيموم 10 سنين يحصل شويه مشاكل تشوف عندك شويه شروخ شوية حاجات بتريح شوية مشاكل ظاهرة ريفورسمنت ظهر كلام من ده فبتضطر ان انت تشوف حد متخصص يحل لك المشكلة اللي بيحصل واللي واجهناه قبل كده ان هو بيجي مثلا حد مش متخصص مثلا يعمل حقن مثلا عنصر خرساني بس هو الحقن اللي بيحصل ان هو بيسكن بس الموضوع شوية بعد كده تظهر مشكلة تاني فنتيجه ان هو صنف على المعلومات اللي عارفها يعني هو ما عندوش العلم بالمع... بالموضوع تمام بنبدا احنا نخش بقى نعالج المشكله بشكل وهنا الدوله عامله نظام كويس جدا يعني عامله مثلا تامين للمنشا من ده على استشاري خمس سنين والمقاولات 10 سنين المقاول بيضمن المنشا المده دي في حال ان برضك بعض العملاء ما بقوش عارفين النقطه دي ان هو عليه انه لازم يصلح على حساب المقاول ما شاء الله الجماعه في البلديه بي... بي... بيعملوا الموضوع ده بمنتهى الحرفيه وبيلزموا لو اي حد عنده خطا ان هو ايه يصلح دكتور احمد ما شاء الله المجال العمل عندكم جدا واسع ممكن تعطينا بس نقاط العمل لو الخدمات اللي انتم ممكن تقدموها بالشركه والله بفضل الله احنا بنقدم الخدمات الاستشاريه المعماريه لتصميم وخلافه من وجهات لبلانات لتصميم متكامل ونقدم آه، آه، تصميم ديكور انتيريور ديزاين لل... لبعض العملاء اللي بيحتاجوا الحاجات ديت او لو هو عايزه بشكل منفصل وبنقدم طبعا تصميم انشائي وبنحل مشاكل لبعض المكاتب التانية الصديقة ان هو بيبقى عنده مثلا مشكلة سبيسيفيك ستراكشر نبدا نحلها وندعمهم بالموضوع ده وبيبقى من خلالهم الشغل بس واحنا بنخش الجزء بتاعنا بس ولو كشف عن منشات بقى لو في منشاه في مشكله بنبدا نتعالج ونتعاون ونتعامل معاهم ونتعاون مع الفريق اللي هو المتخصص في الموضوع واللي هو اللي كونسلتنت لحد ما نوصل لحل كويس يرضي جميع الاطراف. دكتور احمد الخدمات ما شاء الله جدا واسعه وشامله بس في ظل تنافس شديد شو اللي يميزكم؟ هو زي ما بدات الحديث اللي ميزنا شغل اللي هو التدعيم او شغل اعاده الاستخدام يسموه عندنا ريهابيتيشن يعني مثلا انت حضرتك عندك منشا أه كان مثلا اب أه اكوموديشن مثلا او يعني منشا سكني عادي عايز تغيره تخليه فندق طبعا لقيت مثلا استخدامات البلد عندك محتاجه فنادق اكتر محتاجه حاجه هوتيل ابارتمنت كده فتعالى هنا نروح للقوانين هنلاقي طبعا ان الفتحات التهويه ونظام الصرف ونظام حاجه دي يختلف من ده لده بالتالي هتضطر تعمل تغييرات واسعه في المنشاه تعمل فتحات جديده تعمل احمال جديده احمال الهوتيل غير احمال السكنيه غير احمال المستشفيات غير كده نبدا احنا بقى نشوف السيستم المناسب بحيث برضك يعني ايه نخلي المنشاه في نفس السايز بتاعه ونديله الخدمه بتاعته ونوجه الموضوع دوت ان هو ما ياثرش على الكباستي بتاعت المنشاه نفسه دي نعم. بتحتاج يعني حرفيه شويه شغل شويه اتقان وشويه ياخد وقته يعني تمام ما ال... شاء الله دكتوري ما هي خططك المستقبليه ل سي؟ والله احنا طبعا هنا في دبي في ميزه كبيره ان تقدر تتوسع في الشغل بتاعك وتقدر تفتح فروع خارجيه فاحنا ان شاء الله كان عندنا هدف نفتح فروع فرع في يو نفتح فرع في مصر نفتح يعني ده الخطه الحاليه مثلا بعد خمس سنين كده في اخر خمس سنين دي الخطه بتاعتنا ان شاء الله وربنا ييسر يعني ان شاء الله ان شاء الله منها الاعلى يا رب الله يخليك دكتوري من خلال خبرتك الطويله بهالمجال شو نصيحتك للمستثمرين الجدد اللي بيجوا على دبي اللي مهتمين بهالمجال؟ والله بسم الله ما شاء الله هنا الدوله فيها مكانات كتير جديد 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 جدا يعني ما الدوله دايما بتحاول انها تفتح مجالات لاي مهارات متعدده انها تيجي وتفتح حاجات يعني احنا حتى احنا في بلدنا من فتره يعني انا هنا في بلد من 2008 مثلا تمام بس حتى في حاجات كتير انا ما اعرفهاش بتفاجئ فيها كل يوم كل يوم يظهر مجالات جديده وناس شغاله فيها و... وناس بتكبر فيها مع في وقت مش كبير يعني تاخد وقت اه بس مش كبير بتلاقي ايه المجالات مختلفه و... يعني كذلك يعني هو ده نعم اللي نعم شايف. دكتور ليش وقع الاختيار عليك تبدا المشروع اول مره بدوله الامارات انا كنت شغال هنا زي ما من 2008 وبعدين لقيت الـ يعني الدنيا هنا كويسه يعني في فرص في استقرار السوق نفسه مستقر لحد كبير هو حته استقرار السوق ان مثلا تكون الاسعار نفسها والحاجه في رينج معين ما بتتغيرش كتير بيساعدك في الاستثمار غير ما تلاقي السعر بيطلع وينزل فجاه ده بيدمرك الرؤيه خالص يعني سوري في اللفظ بس ما يخليك ما انتش عارف يعني بتكسب ولا بتخسر ولا هل في امل مفيش بتبقى الدنيا يعني شويه مش مش يعني مش مستقرة معاك اه ما فيش عندك تصور تقدر تثبته انت على مثلا عايز تصور على الاقل ثلاث سنين مثلا على الاقل يعني المفروض الناس تحط خطط خمسيه انت مثلا عايز تصور على الاقل ثلاث سنين طب انت ما عندكش شو كل شويه مثلا كل كام شهر بيتغير فدي بتبقى مشكله غسامات آه نعم. القوانين كمان القوانين بتساعدك في الموضوع ده مثلا في قوانين معايا ثابته وبيحاولوا كل فتره يعني مثلا من فتره دبي عملت الكود الموحد يعني مثلا ده جمعوا القوانين كلها واجتمعت الهيئات بحيث ان هم يطلعوا لك سيستم معين ونزلوا كود جميل جدا في حاجات وفي الاشارات الجايد لاين يعني جايد لاين بتاعت فتبقى خلاص انت عارف ان في حاجات ماشي عليها ومش مش اهواء بقى فبتفرق نعم. هنا نتمنى لك التوفيق دكتور قبل ما ننهي كيف ممكن نوصل لاس تي سي ونتواصل معاها والله احنا حاليا موقعنا في برشا بيزنس سنتر في في دبي في برشا وان وفي الموقع بتاعنا الرقم الالكتروني wwwstc consultantcom في حاله اللي مش عايز اللي عايز يوصل للموقع بسهوله في لينك على طول بياخدوه يوصلوا للموقع بتاعنا سواء ان هو دوت او ان احنا توسعنا خدنا مكتب اكبر هيبقى موجود برضك على الويب سايت ان شاء الله نشكرك دكتور والى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع بشكر خاص للدكتور أحمد ولجميع طاقم العمل في سي الاستشارات تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير وفي أمان الله شكرا حضرتك.